تعملنا حوص لشنو الانتدابات شنو المغادرين؟ هو مش برشا انتدابات يعني، فما وسام علي جا معنا، فما اشرف كرير، فما لاعب زوز لاعبين نيجيري، لاعب شاب ولاعب يعني واحد، فايد بن حسين، هذا هو هارون زاد معنا، هذا هو المغادرين. فما برشا جوارات خرجوا اعاره لفرق اخرى بالطبيعه، هو احنا تعرف عندنا بون ايكيب سبور، حبوا يخرجوا يلعبوا النسق يكون اكثر خير في الرابطه الثانيه واحد، ويحسنوا من النيفو نتاعهم المستوى نتاعهم، ما حرمناهم مش خليناهم يخرجوا يمشوا يلعبوا ما في خير المصلحه اليوم ومصلحه النادي زادة، باش يعني باش يكسبوا اكثر عدد من المقابلات اللي ممكن الوقت الحاضر متوفر لهمش امكانيه باش يلعبوا في الاكابر في نادي بنزرتي، يمشوا يستروا رواحهم يخرجوا يلعبوا في ملاعب صعبه نوعا ما، وحسن رواحهم على مستوى الشخصي على مستوى الفني وكل شيء، وعلى مستوى يعني شارج وترافاي خاصه. اكيد البوليميك اللي صارت الجمعه هذيا اللي فما لاعبين هربوا الامارات منهم لاعب من نادي البنزرتي بن شعبان، شنو هي المعلومات اللي عندكم؟ كيفاش وصلت لكم المعلومه؟ سمعتوا به بعد ما خرج؟ فما معلومات قبل؟ احنا الحقيقه من نهار اللي خرج سمعنا بها المعلومه. هذوما يقولوا فما وسيط انه من تونس هو اللي قام بترحيلهم يعني الفريق الوحده الاماراتي. على كل حال يعني نادي البنزرتي يعني مش باش يسكت على حقه وباش يتبع الموضوع للاخر، يعني فما نيه انه باش نراسلوا الفيفا وباش نراسلوا ليزانستونس. هو ما عندوش عقده، ما فما يعني قانون فيفا يعني على حمايه البروتكسيون تاع المينور يعني اكثر من عقد، يعني الفيفا صارمه في المواضيع هذوما، فهمني انه اللاعب هذا ما يمكنوش راه باش يسجل ولا باش يلعب يعني في الامارات يعني من غير موافقه نادي رياضي البنزرتي واحد، ولو يعني انه حتى يعني ماهوش في سن الرشد، ما يمكنش. فما حق نتاع جمعيه اللي كونت واللي حضرت، فما حق نتاع تونس خاصه انه لاعب منتخب يعني اليوم، انه عباره يعني ما يعني من عباره يعني حضرنا لغيرنا، فهمتني؟ احنا ماناش خليني نحكي عن نادي رياضي البنزرتي، ماناش باش نسكتوا، احنا على حقنا باش نتبعوا حقنا لاخر درجات ليزانستونس سبورتيف، فهمت؟